نحن الآن نتواجد أمام مقر عملة أسفي بمعية جمعية حي طراب الصيني وحلفائها، ونذكر منهم على الخصوص المرصد الوطني للحرية العامة وحقوق الإنسان. نتواجد الآن في الوقفة الثالثة الاحتجاجية لإثارة انتباه المسؤولين على أن هذا الملف راه طال بزاف، وبأن هناك فساد في هذا الملف، ونطالب على الخصوص بربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، باعتبار ملف تراب الصيني هو ملف فساد بامتياز. نحن نعرف الضحايا ونعرف المجرمين الذين استفادوا من هذا الملف على الخصوص. إذن هذه التظاهرة تأتي بناء على البرنامج النضالي الذي اسطرته جمعية حي طراب الصيني مع حلفائها كل خميس أمام مقر العمالة، وكل سبت أمام كورنيش أموني. هذا الأخير الذي يعرف تجاوزات خطيرة على مستوى الصفقات المشبوهة التي أضحت رأي عام وطني، بالإضافة إلى التمييز الحاصل بين من هدمت أرضهم قهرا وظلما وبين من أعطوه صفقة لبناء كورنيش لبناء مقهى كاليبسو، مع العلم أن هذه المقهى لا يوجد لها على الأرض. نحن نملك مجموعة من الدلائل، مجموعة من الحجاج على أن هذه الأرض هي للمصلحة العمومية، وإذا بها تحولت إلى مصلحة خاصة. إذن كيف لا يعقل أن تهدم مقهى السفينة وتبقى مقهى الغروب، أحيانا يسمونها الغروب، أحيانا يسمونها فضاء إلياس، أحيانا يسمونها كاليبسو. إذن لا يعقل بناء المادة 65، وقد كررنا هذا مرارا، بناء المادة 65 من قانون نطاق الجماعات الحضرية، لا يعقل أن يربط عضو من المجلس الحضري صفقات مع مجلس ينتمي إليه. هذا نوع من التنافي، وهذا نوع من الجرائم التي يحاربها القانون المغربي. إذن نحن مصممون على المضي إلى الأمام بملفنا إلى الجهات العليا من أجل تنظيم وقفة احتجاجية أخرى أمام مقر الداخلية، وأمام مقر البرلمان، وأمام مقر المجلس الأعلى للقضاة للمحاسبة. إذن نحن سنبقى صامدين إلى أن نأخذ حقوقنا. إذن هؤلاء الواقفين الآن أمامنا هم يتامى وأرامل ونساء، وأخذت منازلهم بالقوة، مع العلم أن هناك قانون ينظم هذه البلاد. نقول لصاحب جلالة، نريد منك زيارة هنا لترى بعين بنفسك مدى الظلم، مدى القهر، مدى المظالم التي حلت بهذه الفئة منذ 2003 إلى 2019، ونحن أبواب على 2020. هذا دليل على أن الإرادات السياسية هنا ضعيفة، على أن التدبير هنا ضعيف، بل أكثر من ضعيف، لأنه هو العبرة بالخواتم. من 2003 ما كاينش شي والي ولا شي عامل جا أعجز أمام هذا الملف البسيط. لماذا؟ لأن تم فساد في هذا الملف. هؤلاء قاموا بهدم حضارة، هؤلاء هم أبناء حضارة تراب الصيني التي قال عنها ابن خلدون وهو يقف على بوابة حي تراب الصيني، من هنا تكون الحضارة، ومن هنا يكون العلم والثقافة إلى آخره.